إلهنا إله عظيم. لما أراد الله أن يخلق الإنسان خلقه بصورة مختلفة عن باقي الخليقة. لما خلق الله الخليقة كلتها قال الله ليكن فكان. قال الله ليكن نور فكان نور. قال الله ليكن فكان. لما جاء يخلق الإنسان، لما جاء يخلق آدم، جاء أخذ طين وجبله بإيده، وبعدين يقول نفخ في أنفه نسمة حياة. الله خلق الإنسان عن قرب، ما خلقه من بعيد، لأنه قصد الله أن يكون الإنسان مختلف عن باقي الخليقة، يكون في علاقة حية معانه. كان الله يقول في تكوين إصحاح الأول إصحاح الثالث يمكن في الخليقة، كان الله يتمشى بالجنة مع آدم وحواء، كانوا في شركة وعلاقة مع الله كل يوم. وفي يوم ما جاء الله وآدم ماكو، وبدأ الله ينادي على آدم، يقول له آدم آدم أين أنت؟ آدم جاوبه قال له أنا سمعت صوتك وخفت، خشيت، ولأني عريان اختبأت. واليوم الرب يبحث عنك، يقول لك أين أنت؟ مشكلتنا أنه إحنا مثل ما آدم خاف يقول خشيت، ولأني عريان اختبأت، لأني أنا خاطئ، لأني عملت الخطية رحت اختبأت. لا يزال الإنسان لحد اليوم يختبئ بعيد عن الله. واليوم الرب يقول لك أين أنت؟ الله قصده من الخليقة، قصده من خلق الإنسان أن يكون في شركة، أن يكون في علاقة معانه. بس مشكلة الإنسان يحب أن يكون بعيد عن الله. تعرفون الله كان يعرف كل الزين إيش صار يم الشجرة، وشون إبليس خدع حواء، وشون حواء أخذت من الثمرة اللي الله قال لم لتاكلوها وأكلوها، كله كان يعرفه. لو ما كان يعرفه أكيد كان يعرف. ومع هذا جاء على آدم يقول له آدم أين أنت؟ هو يعرف أنه آدم أخطأ، هو يعرف أنه آدم عصانه، بس يأتي الله ويبحث عنه. واليوم الرب يعرف شكو بقلبك، والرب يعرف شنو الشيء اللي خلاك تروح بعيد عنه، ومع هذا يقول لك تعال أنا جاي أبحث عنك أين أنت؟ أنا جاي وأريد تكون بيناتنا علاقة حية حارة بالروح القدس. تعرفون مرات كثيرة إحنا نفهم، أو إحنا يعني عندنا فد فكرة إنه لما أنا أسوي شيء غلط الله يتركني ويروح بعيد. ولا آية بالكتاب المقدس تقول وذهب الله بعيدا وما حبه وما يحبك ويذهب بعيد. المشكلة مو بالله، المشكلة بينا احنا، احنا اللي نذهب بعيد. الله مكتوب اكو آية تقول هو ساكن فيكم الى الابد. الله قصده أن يسكن فينا بالروح القدس الى الابد. الله ما عنده أي شيء يخلينه يروح بعيد، هو موجود. لكن احنا عندنا كثير اشياء تخلينا نروح بعيد عن الله. واليوم الرب يريد تكون قريب من عنده. احكي لكم قصة. كان اكو اب، وهذا الاب كان يشتغل كل الشغل، يعني جهد كثير يعمل بينه. في يوم من الايام رجع للبيت
وهو كلش تعبان من الشغل وأكو مشاكل بالشغل وكلش تعبان كان. وهذا الأب عنده ابن كان كلش علاقته حلوة ويانه ويحبه، بس الأب انشغل بهاي الفترة الأخيرة وما قام يهتم بالابن. فهذا الابن شاف ابنه، شاف أبونه حزين وتعبان ومهموم، جاء علينه قال له بابا أريد أسألك سؤال. قال له شنو؟ قال له شقد ينطوك أنت باليوم؟ قال له أوف الله يخليك، يعني ابعد عني أنا ما عندي خلقك هسه. قال له لا بابا عافية عافية، تقلش قد ينطوك أنت باليوم، شقد يوميتك؟ فالأب قال له 40، يلا روح بعيد. فرجع الابن قال له زين بابا انطيني 10. فالأب تعصب ويعني طفح الكيل بينه وهو عصبي، قال له وخر من وجهي روح نام بعد ما اريد اشوفك. راح الولد نام. ثاني يوم الصبح قعد الأب شوية أعصابه كان هديت، تذكر المحاورة بينه وبين ابنه وانقهر. راح على ابنه الصبح وباسه قال له حبيبي انت مبيحة ردت 10 وهاي انا هاليوم دا انطيك 10. اخذ الابن فرحان وركض ركض راح على الغرفة وفتح الحصالة مالته وبدأ يعد 1000 2000 10 20. زين بعدين حط 10 معاها اللي انطاله اياها ابونه وجاء وقال له بابا هاي 40 ممكن احصل على يوم معاك اقضينه. والرب اليوم يقول لك ممكن تنطيني جزء من وقتك. مرات كثيرة الحياة تأخذنا بعيد عن الله، انشغالات الحياة، هموم الحياة، ومرات كثيرة حتى بالنسبة للخدام الخدمة تأخذنا بعيد عن الله. نفكر ايش راح نعمل وايش راح نسوي، وأولا ثانيا ونجي واجتماع ونطلع وندخل ونسوي وننسى علاقتنا مع الله. تعرف الله ما يريد تعمل له أشياء، الله يريدك تكون قريب من عنده. ولما حتكون قريب من عنده أنت راح تأخذ كل الإرشاد من الروح القدس أنه ماذا ينبغي أن تفعل. أمين. فاليوم الرب يقول لك تعال تعال قريب، لأنه بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. يقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان، أي غصن يثبت في وأنا فيه ذاك يأتي بثمر. أمين. تريد يكون في حياتك ثمر، تكون خدمتك مثمرة، تكون أعمالك مثمرة، التصق بالرب لأنه بدونه لا تقدر أن تفعل أي شيء. اليوم الرب يريد نتأكد أن النمو والثمر والفرح والسلام اللي في حياتنا ما رح يجي إلا لما نكون قريبين وملتصقين بالرب. أمين. والرب يقول لك تعال اليوم قرب شوية، تعال أنا عندي حكي معاك، أنا أريد اليوم أتكلم إلك، قرب من عندي. واحنا نقول له اوكي يا رب تكلم، يعني قل لي، يقول لك قرب حتى تسمع زين. يعني انت على بعد 20 متر وده تحكي مع احد اكيد ما راح تفهم، ما راح تسمع زين مثل ما راح تقرب وتسمع بالضبط هو ايش يقول. وفي هذه الايام القسيس ده يحضر لنا، قس جول ده يحضر لنا سلسلة عن سماع صوت الله. ما راح نقدر نسمع صوت الله إذا ما حنكون قريبين من عنده ونسمع ونفهم ماذا يريد أن يقول لنا. خلونا نفتح كتبنا المقدسة على رسالة يعقوب الإصحاح الرابع من العدد 8-7. يعقوب 4-7. خلوا كتبكم المقدسة مفتوحة عليها إشارة، لأنه حنظل نرجع نشوف الرب راح يقول لنا اليوم شنو الأشياء اللي لازم نعملها حتى نكون قريبين منه، شنو الأشياء اللي تخلينا نقترب
من الله. أمين. يقول فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. يعني بكوا على خطاياكم ونوحوا على خطاياكم حتى تتوبون. اتضعوا قدام الله فيرفعكم. سوري. رسول يعقوب يقول لنا اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. لما تقترب إلى الله أنت راح تشوفوا أنه هو كلش قريب، هو مو بعيد. مثل ما أنا كنت مفكر بعيد الله عني، ما حاسس بي، لكن لما أنا راح أقترب راح أشوفه قريب هو جدا من عندي. اليوم خمسة أشياء يخليها أمامنا يعقوب. اثنين قبل ما اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، وثلاثة بعده. رح نتأمل بيها ورح نشوف شنو الأشياء اللي رح تخلينا اليوم نخرج من هذا المكان وإحنا نقول له يا رب أريد أن أكون قريب من عندك. اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. أول شيء يقول في عدد سبعة اخضعوا لله، الخضوع. تعرف أنت بعيد عن الله أبدا ما راح تكون خاضع لله. ليش؟ لأنه إذا أنت ما عندك شركة وعلاقة معانه أصلا ما راح تعرف هو شو يريد من عندك، وما راح تتبع خطواته، وما راح أصلا تعيش الخطة العظيمة اللي هو محضرها لحياتك. لكن لما أخضع ولما أقترب إله وأخضع تحت إيده هو راح يرشدني، وهو راح يخليني أكون إنسان جديد في المسيح يسوع. أمين. وراح يغيرني إلى صورته، أتغير من صورتي أنا ومن فسادي ومن الأشياء الغلط اللي فيا لما أقترب منه إلى صورته هو. لما أتقابل مع يسوع وجها لوجه أكيد راح يحصل تغيير جذري في حياتي. وكثير من رجال الكتاب المقدس لما صار عندهم مقابلة شخصية مع الله صار تغيير جذري في حياتهم. بولس الرسول كان شاول الترسوسي، كان إرهابي متطرف، كان يقتل المؤمنين لأنهم يتبعون الله، في باله أنه هو دا يسوي شيء زين لله. ولما تقابل مع يسوع صار رسول السلام والمحبة. أشعيا كان خايف ومرتعب بعد موت عزية الملك، ولما شاف الرب في مجده صار أكثر شخص مشجع. لما نقرأ إشعيا نتشجع كثير بالآيات المشجعة اللي قلنا إياها. موسى لما تقابل مع الله صار وجهه يلمع، مو بس يعني يبين علينا، وجهه الحقيقي صار يلمع لأنه نور الله صار بحياته لما كان قريب من الله. والرب يقول لك اليوم تعال قريب واخضع لمشيئتي وخطتي، وأنا راح أشتغل على حياتك وراح أغيرك. اخضع لله لأنه هو يريد لنا الأفضل. أنا أحتاج أن أواجه الحقيقة أنه كثير من المرات أو يمكن أنا الآن أعيش مو إرادة الله لحياتي، مو مشيئة الله. أنا عايش بفكري، أنا عايش بخطتي، أنا عايش مثل ما أنا أريد، والشيء اللي يريحني أعمله. أنت لازم اليوم تجي وتقول له يا رب ساعدني أنه أكون خاضع لك ولمشيئتك، لأنه مشيئتك هي الأفضل وخطتك هي الأفضل لحياتي. أمين. اخضعوا تحت يد الله وهو راح يعمل عمل عظيم في حياتك. تعال قريب من عنده حتى تقدر تفهم ماذا يريد، حتى تقدر تعرفه، حتى تقدر تفهم شو يريد من عندك، حتى تقدر تخضع له لأنه تعرف أنه هو
يريد لك الأفضل ويريد لك الأحسن. أمين؟ أمين. ثاني شيء قال لنا إياه، يقول قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس كل اهتمامه وكل هدفه ياخذنا بعيدا عن الله. هو أبدا ما يفرح من إحنا نكون قريبين. هو كل اهتمامه أنه ياخذك بعيد عن الله. وهو يعرف كل الزين شنو معنى الاقتراب من الله، لأنه هو أصلا كان ملاك، رئيس الملائكة، وكان هو المسبح اللي عن قرب مع الله، فيعرف كل الزين. لما أنت تكون قريب من الله أنت راح تصير خطر علينه. فهو يتفنن حتى يبعدك عنه، وهو كلش مخادع. ما راح يجي يقول لك أقل لك ابعد عن الله، لا، راح يحط في طريقنا أشياء تبدو منطقية ومعقولة جدا وطبيعية جدا وكلش حلوة. هذه الأشياء راح تأخذنا بعيدا عن الله. هو من راح على حواء ما قال لا يعني الله مو زين لا تروحون يمه، لا، حاورة بشي هي تعرفه حقا قال الله، بس شنو لاف الموضوع. بعدين قالت حقا قال الله انه من كل شجر الجنة لا تأكلون، قالت له لا، ما قال من الكل، قال من الشجرة اللي موجودة في وسط الجنة، اذا اكلتم منها راح تموتون. قال لا، ما تموتون، ما تموتون، بالعكس اصلا راح تنفتح عينكم وراح تعرفون الخير والشر وراح تصيرون مثله. فأقنع الحواء أنه أنا لو أكلت من هذه الشجرة حيكون الأفضل. الكلام يبدو منطقي جدا، فحواء أخذت وأكلت وأعطت آدم أكل وراحوا بعيدا عن الله. والله اليوم يريد يعلمنا درس من مزمور 1:1، يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. أخوي وأختي ديروا بالكم أنتم مع منو دا تقعدون، أنتم مع منو دا تحكون. هسا العالم كله مليان بآراء مختلفة، الفيسبوك والإنترنت والتلفزيون يبث أفكار غريبة. أنت إذا أنطيت مجال أنه هذه الأفكار تعشعش في ذهنك راح تأخذك بعيد جدا عن الله. تعرفون الذهن هو ساحة المعركة اللي إبليس يشتغل بيها، لأنه أنت من أكو فالتصرف، يعني أنا هسه تصرفت فالتصرف خاطئ. أنا أول شيء سويته فكرت بالفكرة وبعدين صارت مشاعر في حياتي وبعدين صارت فعل. حواء كل يوم كانت تباوع هاي الشجرة بوسط الجنة وهم يتمشون وكل يوم كانت تشوفها، لكن لما فكرت بالكلام اللي قال ليانو إبليس يبدو منطقي وقال ليانو، مشاعرها تحركت، شافتها شهية للنظر، ورأسا فعلا صار أخذت وأكلت وعصت الله وراحت بعيد جدا. واليوم الرب يقول لك تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ليش قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم؟ لأنه من هوني تبدأ الأشياء. احنا مشكلتنا اليوم إذا نريد نتغير، مثلا أنا عندي غضب أريد أتغير أقوم بال يعني أغير الفعل، عندي مثلا كلة أفعالي مع الإحباط فأريد أتغير أغير الفعل، أشوف يوم يومين ثلاثة أرجع نفس الشيء، أرجع لنفس الخطيئة اللي أنا أعملها كل مرة، أنا أتوب وأرجع، أنا أبطل وأرجع. ليش؟ لأنه أنت دا تتعامل مع المشكلة العملية، أنت محتاج تغير هوني الذهن، لأنه هوني هو ساحة معركة إبليس. من هون يدخل يقلك أشياء وأكاذيب وأنت تصدقها وتجي على مشاعرك ورأسا تصير أفعال. واليوم
الرب يقول لنا قاوموا إبليس فيهرب منكم. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يا رب غيرني، يا رب غير فكري وغير ذهني. صلي لذهنك، صلي لذهنك. تعرفون أنا كان بداية إيماني كان أكو فد كتيب صغير مع الأبدانيال اسمه صلي لذهنك، كثير كان يعني بركة لحياتي، إنه خلي إيدك على ذهنك وصلي لأفكارك. عندك أفكار سلبية، صلي يا رب شيل هاي الأفكار السلبية. لا تحارب الأفعال، حارب الأفكار، لأنه هي هاي رح تتحول إلى مشاعر وتتحول إلى أفعال. فصلي لذهنك، قل له يا رب أنا أقاوم إبليس من ذهني، وإشبع ذهنك بكلمة الله اللي تنطيك الأفكار اللي على قلب الله. أمين. اخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة. نقوا أيديكم. الابن الضال جاء على أبونه وقال له أنا أريد ما يصيبني من الميراث، أنا أريد حصتي، أنا أريد فلوسي، حقي. أخذ الابن هذه الفلوس وراح بددها في عيش مسرف، وراح بعيد في كورة بعيدة، راح أخذها وراح بعيد وبدد كل الأموال. وصل بينه الحال لما خلصت فلوسه وصارت مجاعة في الأرض، وصل بينه الحال أنه يشتغل في حظيرة للخنازير. وهذا الشغل لشاب يهودي هذاك الوقت أنه نجس أنه تلمس أو تكون بحظيرة خنازير. فشوفوا دي يوصف لنا يسوع مدى الخطية ومدى العصيان اللي كان في حياته اللي أدى بينه إلى أنه يصير في حظيرة خنازير، وكان يشتهي أكل الخنازير الخرنوب وما كان محصل علينا. وبعدين الحلو بالقصة تعرفون شنو؟ يقول ورجع إلى نفسه. فدي يوم الابن الضال قاعد وصارت هالشكل على غفله، رجع الى نفسه وقال هاي انا ايش دا اسوي بحياتي؟ هاي انا وين؟ وش صار بي؟ انا الاجير اللي عند ابوي، العبد اللي عند ابوي عايش عيشه احسن من عندي، اقوم وارجع. وين بدت؟ ورجع الى نفسه وشاف الوضعية التعيسة اللي هو صار بيها وقال أقوم وأرجع. واليوم صلاتي لكل واحد من عندنا أنه يرجع لنفسه ويعترف بابتعاده عن الله ويعترف بالخطية مالته. كثير من عندنا يقول أنا زين، أنا كل الزين، أنا أجي يوم الأحد للكنيسة وأنا أصلا يعني أقرأ الكتاب، صحيح مو كل يوم بس يعني أقرأ وأصلي، مو دائما بس يعني أصلي، خو يعني مشي حالي أنا زين. إذا رح تبقى أنت في بالك أنه أنت زين، عمرك ما رح تتغير وتكون قريب من الرب. لأنه الابن الضال لو ما رجع إلى نفسه ما كان قام ورجع إلى أبونه. أمين. فاليوم أنا أصلي يا رب صحينا، صحينا، خلينا نرجع إلى نفسنا، خلينا نعترف بابتعادنا، خلينا نعترف بمعصيتنا، خلينا نعترف أنه إحنا بعيدين. اللهم ارحمني أنا الخاطئ. إذا أنت ما معترف أنه أنت خاطئ ما رح تقدر تكون قريب من الرب، لأنه الرب يقول نقوا أيديكم أيها الخطاة. أنت رح تظل بنفس مكانك لأن أنت عاجبك هذاك المكان. إذا ما رجعت إلى نفسك وضجت من حياتك وضجت من وضعك وضجت من الابتعاد عن الله وقلت يا رب أنا أريد اليوم أكون قريب من عندك، راح أظل هونك بعيد. بس إذا تريد تكون قريب قوم وأرجع وقل له يا رب أخطأت إلى السماء وقدامك،
أنا خاطئ. اعترف بخطيتك. كبريانا وغرورنا يقول أنا كل الزين. أنا لما بداية إيماني ما كنت بداية قبل الإيمان ما كنت أفهم يعني إنه أنا خاطئة، أنا كل الزينة، أنا أحسن من فلانة وأنا أحسن من فلان، شوفوا فلان إيش قيسوي، أنا ما أسوي هاي الأمور. بعدين لما اكتشفت إنه أنا خاطئة وقمت ورجعت، الرب فتح ذراعاته وقبلني ابنة إله ورفعني وأعطاني أن أكون قريبة جدا من عنده. أمين. اليوم الرب يقول لك تعالوا إلي، اقتربوا إلي، أريدك تكون قريب، تعال تعال قريب. داود لما زنى وقتل ظل فترة كبيرة، ظل فترة هو يعني ما كان اعترف بخطيته ولا عبالك مسوي شيء، إلى أن جاله صوت الرب عن طريق النبي ناثان وقال له أنه أنت هالشكل وهالشكل سويت. كتب أروع مزمور للتوبة، مزمور 51، وقال ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، طهرني. أمين. لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. يعني شنو خطيتي أمامي دائما؟ يعني يا رب أنا خاطئ وأنا أخطأت. اعترف أنه هو بكامل إرادته أخطأ، لا ذب اللوم على أحد ولا قال فلان خلاني أخطأ، جاء بكل قلبه واعترف بخطيته. وشنو رد فعل الله على الخطية، على التوبة؟ إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. أمين. مهما عملت الرب يقول لك أنا قادر أن أغفر خطيتك، مهما عملت هو يقبلك، هو يحبك، وهو يريد أن ترجع له. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه. الغنم يظل يعني ما عنده عقل يفكر بالمكان، إنه هذا المكان أرجع له، يروح بعيد، والراعي يجيبه يرجعه. واليوم احنا طبيعتنا البشرية الساقطة تميل أن تروح بعيد عن الله، والله من محبته لنا يريد نكون قريبين من عنده، يرجعنا، يقول لنا تعالوا ارجعوا، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. أمين. تعرفون هسه الطب يعني بالعالم كله يقول لك أنه أنت لازم تسوي تشيك أب دائما، يعني لازم تسوي فحوصات وتحاليل دورية كل 6 شهور أو كل سنة، تفحص حتى تكتشف المرض بدايته حتى تقدر تعالجه أكثر، أحسن مما يتفاقم ويصير ما له علاج أو يصير مزمن أو يصير فشيء منتشر وما يقدرون بعد يسووا له شيء. واليوم احنا محتاجين نسوي تشيك أب روحي. بولس الرسول يقول امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. واليوم أقول لك امتحن نفسك، هل يسوع موجود في قلبك؟ هل المسيح قريب من عندك؟ لو أنت اسمك بالهوية مسيحي، لو أنت قبل 5 سنين مصلي، قل له يا رب امتحني واعرف قلبي، اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريقا باطلا واهدني طريقا أبديا. فثالث شيء قربنا من الله هو الاعتراف بخطيتنا والتوبة عن الخطية والرجوع مثل الابن الضال، أقوم وأرجع. أمين. ولما الابن الضال قام ورجع، الأب استقبله بكل فرح
والرب اليوم يقول لك تعال تعال أنا منتظرك، أنا حستقبلك بكل فرح. أمين. رابع شيء، رابع نقطة، يقول طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. ما قال نقوا قلوبكم يا خطاة، نقوا قلوبكم يا ذوي الرأيين. بتفسير بالإنجليزي يعني مترجم بالعربي يقول أنت تريد أن تتبع العالم والله في نفس الوقت، نقي أفكارك. مشكلتنا إحنا نريد يعني الاثنين، نريد العالم وشهوة العالم ومحبة العالم، وفي نفس الوقت أنا يعني أريد الله وبركات الله، وهذا لا يكون، لأنه محبة العالم عداوة لله. أحد المفسرين قال طهروا قلوبكم معناها نقوا أيديكم، معناها الخطايا اللي الناس تشوفها، خطايا الأعمال، وطهروا قلوبكم معناها الخطايا اللي من جوا، الطمع، الغيرة، الحسد، الخصام، عدم الغفران. أكو خطايا أنا حاططها صارت فاصلة بيني وبين الله. مرات كثيرة أقول يا رب وينك، الله ما يسمعني، الله بعيد. يقول خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين الله. نقوا أيديكم، طهروا قلوبكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. واليوم يا رب تعال طهر قلوبنا، وخلينا يا رب نكون مشابهين لصورتك. أمين. خلينا نكون بحسب قلبك وحسب قلبك، شهوتك يا رب، شهوة قلبك. تعرفون لما نحب أي شيء أكثر من الله يصير هو إله في حياتنا. وكثير أشياء عندنا إحنا ماخذ المكانة الأولى في حياتنا. واليوم الرب يقول نقي قلبك وخليني أنا أكون الأول والآخر في حياتك. وحد يا رب قلبي لخوف اسمك. وعظة سابقة كن أخذناها وحكينا تفاصيل عن شنو الأشياء اللي تخلي قلبي يكون منقسم. نطهروا قلوبكم، كونوا قديسين لأني أنا قدوس، يقل لنا الرب. والقداسة أكثر من مرة كن عرفناها إنه هي أن أكون مفروز لله، أن أكون مخصص لله، أن أكون بعيد عن الخطية وقريب من الله. والله كل شيء يهمه اللي بده يصير بداخل قلبك. الله ما يهمه المظهر، الله يهمه الداخل. والله كل شيء يهمه ومن أولوياته إنه أولاده يتقدسون ويكونون قديسين للرب، لأن هو يقول بدون قداسة لا يقدر أحد أن يرى الله. بدون قداسة أنت ما راح تقدر تكون قريب من الرب، هاي معناها بدون قداسة لا يقدر أحد أن يرى الرب. تقدسوا للعمل لأنه غدا سأعمل بكم. تقدسوا تقدسوا، طهروا قلوبكم. يا رب قدسنا في حقك، طهرنا يا رب، نقينا من كل أفكار رديئة، من كل يا رب شيء ما يمجد اسمك، طهرنا يا رب. خامس شيء يقول اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. تعرفون مشكلة البشرية والخطية الأولى شنو كانت؟ الكبرياء والأنانية. يعني أي خطية تأخذها أساسها والجذر ماله هي لو أكو كبرياء لو أكو أنانية. وإحنا بطبعنا إلي طيني جيب لي كله يدور حول الأنا. واليوم الرب يقول اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. أكثر خطية يكرهها الرب هي
الكبرياء. يقول يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. والرب اليوم يقول لك تواضع تحت إيدي، تعال سلم لي، اخضع لي، سلم لي حياتك وأنا رح أرفعك. الرفعة ما رح تأخذها من إنه اللي سويته بالعالم والشيء اللي عملته والشيء اللي نجحت بينه. الرفعة الحقيقية رح نأخذها لما نتضع قدام الله، وهو اللي رح يرفعنا وينطينا منصب وينطينا منزلة. أمين. الابن الضال في بداية القصة راح على أبوه وقال له أعطيني اللي خصني، أعطيني نصيبي اللي إلي. كان بكل أنانية وبكل كبرياء، مدى يفكر بأبونه، مشاعره شنو، شون أنا أقل له لأبوه ينطيني ميراثي وهو بعده عايش. ما فكر بكل هذا، كان كل تفكيره بالأنا مالته، بحصتي وميراثي وحقي، أنا مدى أطلب غير حقي. الابن لما رجع إلى نفسه إيش قال؟ قال أقوم وأرجع وأقول له يا أبي اجعلني كأحد أجراك. اتغير من أنه انطيني حصتي، راح على أبوه وقال له اجعلني، خليني أكون خادم لك. واليوم أنا أصلي أنه الرب يأخذنا بعمق جديد من اللي انطيني وليش ما انطيتني، وليش انطيت لفلان وما انطيتني، وليش فلان هذا صار عنده أنا ما صار عندي. يأخذنا من هالأفكار الأنانية والكبرياء إلى أنه يا رب اجعلني أن أكون خادم لك، غيرني حتى أشابه صورتك، حتى استخدمني حتى أخدم الآخرين. أطلع من نفسي وأطلع من أنانيتي وأطلع من الأنا وأقول له يا رب أنا أريد أن أكون خادم للناس. أمين. هذا الشيء ما راح يحصل في حياتك إذا ما قبل أكو أقوم وأرجع وأكون قريب من الآب. لما أكون قريب من الآب هو راح يغيرني إلى صورته، راح يشكلني من جديد. لما أجي وأقول له يا رب أنا حخضع لك، خذ إنائي وشكله من جديد، إناء للكرامة، إناء نافع للسيد، مستعد لكل عمل صالح. يا رب اجعلني ابن إلك، اجعلني أكون معك، اجعلني خادم إلك. تواضع تحت يد الله وهو راح يرفعك ويغيرك إلى صورته. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير لتلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كلمة نتغير هوني باللغة الأصلية جتي نفس الكلمة اللي تستعمل في تغيير مرحلة الحياة الفراشة. كلتنا نعرف انه دورة حياة الفراشة اول ما تصير بيضة وبعدين تفقس يرقة مثل دودة وبعدين تصير شرنقة وبعدين تصير فراشة جميلة تحلق من زهرة الى زهرة. هاي الكلمة نفسها اللي تصف هذا المراحل التغيير هي نفسها اللي استخدمها بولس، قال انه نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. لو نتخيل الدودة وهي تمشي على الأوراق وتباوع فوق وتشوف الفراشة الجميلة تحلق، تقول له يا رب ليش خلقتني دودة؟ ليش ما خليتني أكون فراشة؟ والشنو أنه انتظري أكو تغيير حيصير حتى تتحول. واليوم الرب خلقك لتكون فراشة، بس انطينه المجال انه يشتغل على حياتك ويغيرك حتى تتحول من يرقة من شرنقة الى فراشة جميلة تحلق من زهرة الى زهرة. قصد الله من حياتك ان تحلق كالفراشة.
أمين. بس هذا راح يصير لما تجي يم الرب وتتواضع تحت إيده وتقول له يا رب غيرني حتى أكون مشابه لصورتك، أتغير كل يوم من مجد إلى مجد. تواضعوا تحت يد الله وهو يرفعكم. الله عنده رفعة لحياتك، الله عنده نصرة لحياتك، الله عنده غلبة لحياتك. تعال إله وهو رح يرفعك. لما رجع الابن إلى أبونه مثل ما الختم، الابن أخذ نص ثروة أبونه وبدده. المفروض لما يرجع أبونه ما ينطيله بعد ولا فلس، لأن هو أصلا ما يأخذ حصته من الميراث. لكن نشوف الأب ينطيله كل الفلوس ويعطينه كل السلطان. ارجع إلى الرب، الرب محضر لك أشياء عظيمة، الرب محضر لك أشياء رائعة. كفاك بعد عنه، تعال اليوم وارجع له وقل له يا رب أنا جاي إليك، أنا جاي إليك. واليوم أنت عندك مطلق الحرية، المسافة بينك وبين الرب أنت راح تحدده، راح تبقى بعيد أو تقترب. إش قد ما أنت راح تريد أنه تقترب، إش قد ما راح تكون أنت قريب من الرب. لا تلوم أحد، لا تقولين مو زوجي، لو كان زوجي مؤمن كنت أنا أكون قريبي من الرب. لا تقول مو أنا يعني أبوي مدى يخليني أكون قريب من الرب. علاقتك مع الرب أنت وحدك تحدده باختيارك وبإرادتك. اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. مرات كثيرة نلوم البلد، أنا ظروف البلد يعني ما تخليني أنطلق وأخدم، وأنا يعني مدى أقدر. علاقتك مع الرب علاقة شخصية بينك وبينه، إذا ردت ودعيت إلى قلبك هو رح يجي ورح يصنع أمر عظيم في حياتك. لا تلوم أحد على بعدك، اعترف اليوم أنه أنا بعيد عن الرب، ويا رب أنا أريد أن أقوم وأرجع. أرجع إلى نفسك اليوم وقل له يا رب أنا راجع لك، أنا راجع لحضنك، أنا راجع يا رب لي يا رب محبتك. الله يبقى يحبك مهما كنت، وهو يحبك وأنت بعيد، لكن من محبته الكثيرة لك هو يريدك أنه تجي قريب، لأنه هذا الأفضل لك. أمين. أنت بعيد هو يحبك نفس المقدار، هو يحبك، لكن هو من حبه الكثير إليك يريدك تكون قريب من عنده. فتعال اليوم إله، تعال اليوم لا تظل بعيد. اليوم الرب يريد كنيسته تكون قريبة من عنده. يقول في الأيام الأخيرة ستبرد محبة الكثيرين. ليش؟ من كثرة الإثم، من كثرة الشر والخطية اللي حوالينا، ومن كثرة الأمور اللي دا نشوفها حوالينا، بطلنا نفكر بالله، نفكر بنفسنا ونفكر بشغلنا ونفكر بأمورنا ونفكر بمشاكلنا ونفكر بأمور كثيرة بعدتنا عن الله. واللي رب اليوم يدعو كنيسته تعالي اقتربي إلى الله. الكنيسة الأولى لما كانت قريبة إلى الله صار نزل ألسنة منقسمة كأنها من النار، واستقرت على رأس كل واحد موجود في ذاك المكان، وقاموا وصاروا شهود. ذول الخايفين، ذول المرتعبين، ذول الكل شيء ما عندهم، صاروا شهود، فتنوا المسكونة لما كانوا قريبين من الرب. واليوم تريد بركات؟ من يريد بركات الله على حياته؟ من يريد فرح؟ من يريد سلام؟ من يريد رفعة ونصرة وغلبة؟ اقتربوا إلى الله، اقتربوا إلى الله. الحل إنك تجي قريب، مو الحل إنك تعمل كذا أو كذا أو أولا ثانيا. الحل تعال اقترب إلى الله، وهو إله السلام رح يمنحك السلام، هو إله الفرح رح تمتلئ بالفرح، هو إله النصرة رح تصير منتصر. اقتربوا
إلى الله فيقترب إليكم. أمين. اليوم الرب دا ينتظرك مثل ما الأب كان دا ينتظر الابن الضال، ولما رجع ركض هو علينا. الابن الضال كان ما متوقع انه يعني هو يستحق انه أبونه يباوع بوجهه. واليوم يمكن انت تقول انا كثير خاطئ وانا كثير مو زين وانا اصلا يعني ما مستحق انه اقترب الى الله. اقول لك انا ما اعتقد انه انت هلقة خاطئ اكثر من الابن الضال. والابن الضال الرب قبله واعطاه له مكانه ورجعه الى المكانه الاولى. لا تخلي ابليس يزرع في ذهنك افكار تبعدك عن الله. قوم، ارجع، تعال، هو قريب لكل الذين يدعونه، اللي يدعونه بالحق. خلونا نصلي. يا رب يا رب جايين في هذا الوقت نسلم نفوسنا بين إيدك. أنا أريد هذا الوقت تأخذه وتعترف ببعدك عن الرب، تعترف بخطيتك مثل ما الابن الضال رجع إلى نفسه. قل له يا رب صحي ضميري في داخلي، صحيني يا رب من خطيتي، صحيني يا رب من ابتعادي، صحيني من الأمور اللي خلتني أبتعد عنك. أنا ما أعرف شنو اللي خلاك تبتعد عن الرب، أنا ما أعرف شنو اللي صار في حياتك، يمكن كنت فد يوم قريب واليوم أنت ابتعدت، ويمكن أنت مثل بطرس. يقول الكتاب المقدس في يوم الصلب بطرس تبعه من بعيد، كان دا يريد يكون ويا الرب بطرس، بس في نفس الوقت هو ما دا يريد يكون قريب حتى لا يصير علينا اضطهاد، حتى لا يدفع ثمن وحتى لا يتأذى. فراد أن يكون بعيد بس بنفس الوقت هو موجود في الساحة. واليوم يمكن أنت هاي علاقتك بالرب، موجود الرب في حياتك، تجي للكنيسة، تعمل أمور جيدة، لكن تتبعه من بعيد. مو هو الأول، مو هو ملك قراراتك، مو هو السيد على حياتك، هو رقم 9 10. اليوم صلاتي انه يا رب وحد قلبي لخوف اسمك. قل له يا رب انا بين ايدك، تعال شكل من جديد، تعالوا اصنع امر جديد. انت عندك مشكلة اليوم؟ عندك امر متعبك اليوم؟ يمكن هذا مضيق عليك حتى ترجع الى نفسك وتقول اقوم وارجع الى ابي، لانه بعيد عنه ماكو لا سلام ولا راحة ولا فرح. يمكن انت اليوم تقول انا كل الزين، وبعدك لحد الان تقول انا كلش خوش. اقول لك اذا انت زين وانت خوش خليك في مكانك. يسوع يدعو اليوم الخطاط، يسوع يدعو اليوم الناس اللي يعترفون بخطيتهم، الناس اللي يعرفون انه هم خطاط ومحتاجين الى عمل المسيح على الصليب حتى يغفر خطيتهم ويطهرهم من كل اثم. قل له يا رب امتحني وفحصني يا رب، تعال بسكانر يا رب، تعال بكاشف الروح القدس، تعال يا رب وسوي يا رب لحياتنا يا رب فحص
وانظر إن كان في طريقا باطلا اهدني طريقا أبديا. يا رب تعبت من نفسي بعيد، تعبت من نفسي وأنا في حظيرة الخنازير، أقوم وأرجع، أقوم وأرجع، أرجع للفرح الحقيقي، أرجع للسلام الحقيقي، أرجع يا رب للرفعة والنصرة والغلبة الحقيقية اللي من عندك. يا رب تعال، يا رب تعامل مع كل قلب موجود في هذا المكان، خلي إيدك على قلبك، قل يا رب تعامل مع قلبي، تعامل مع كبريائي، تعامل مع أنانيتي، سامحني يا رب لأنه كثير من صلواتي تقول انطيني، باركني، سوي لي، اعمل لي، كثير من صلواتي تدور حول الأنا. اليوم أنا أصلي يا رب اجعلني أن أكون خادم إلك، صلي هاي الصلاة، اجعلني أكون خادم إلك، اجعلني أكون يا رب متواضع، اجعلني أكون خاضع إلك، اجعلني أن أكون قديس إلك، مخصص مفروز إلك، اجعلني أن أكون إلك يا رب. يا رب خذ إنائي، خذ يا رب النجاسة اللي مالتي والفساد اللي عندي، وأصنع مني إناء للكرامة نافع للسيد مستعد لكل عمل صالح. لا تتردد اليوم وتطلع من هذا المكان وأنت بعدك بعيد وبعدك بخرنوب بحضيرة الخنازير، اطلبوا ادعوه، هو قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. هو عارف بخطيتك، هو عارف بقلبك، هو عارف بمشكلتك، هو حاسس بيك، هو مات على الصليب حتى أنت تأخذ الحياة، هو لبس إكليل الشوك حتى أنت تلبس إكليل المجد. الرب قريب لكل الذين يدعونه، لا تفوت الفرصة أخوي، لا تفوت الفرصة، الرب هاليوم قريب من عندك، قل له يا رب أنا أدعوك، أدعوك. كثير مرات قلت له وينك أنت بعيد، هو موجود بمكانه، أنت اللي ابتعدت، هو ما يتغير، أنت اللي تغيرت. أمين. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الرب قريب، الرب قريب، الرب قريب لمن يدعو، ليس بعيدا كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا، فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل، ليمسح دمعة عن كل قلب حزين، ولم يعيش هاربا ما تألم مجربا، ولم يقوم واهبا لنا الحياة، كان محب العشرين ملازما لصياد ساترا لخاطئ مثلي أنا. الرب قريب لمن يدعو، ليس بعيدا كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا، فهو الذي دعا جميع المتعبين
ليريحهم من حمل ثقيل، ليمسح دمعة عن كل قلب حزين. كان يجاوب سائلا والخير يصنع جائلا، وذاق الموت حاملا خزي الخطى. وأمام قبر باكيا في ليلة موتي جاثيا، رأيته يعرق داميا من الآلام. الرب قريب لمن يدعو، ليس بعيدا كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا. فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل، ليمسح دمعة عن كل قلب حزين. فكيف لا أثق به، أشك في حبه، بالذي أحبني حتى الممات. فكيف لا أثق به، أشك في حبه، بالذي أحبني حتى الممات. الرب قريب لمن يدعو، ليس بعيدا كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا. فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل، ليمسح دمعة عن كل قلب حزين. شكرا يا رب، شكرا يا رب، لأنك قريب من كل الذين يدعونك، الذين يدعوك بالحق. شكرا يا رب لأنك أنت يا رب عارف اللي دا يدور في قلبي. الرب عارف بكل اللي عندك، كل مخاوفك، كل الأشياء اللي دا تأذيك، هو عارف، هو شايف، ويقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. منو خايف في هذا المكان؟ منو عنده خوف؟ منو عنده عدم أمان؟ منو عنده شعور بعدم السلام؟ منو؟ قال له يا رب أنا اليوم جاي أقترب من عندك. لما نكون بعيدين عنه رح نكون فريسة سهلة لإبليس، ورح يزرع فينا خوف، شك، قلق، عدم أمان، عدم سلام. لكن لما نكون معانه هو سيمسح كل دمعة من عيونهم. أمين. الرب قريب، هو الأب المحب، هو الصديق الألصق من الأخ. ماكو أمان في كل العالم، ماكو أمان على الأرض، ماكو أمان، لكن في حضن يسوع هناك الطمأنينة والأمان، لأني عارف بمن آمنت، وموقن إنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى آخر يوم في حياتي. هو مهتم، هو حاملني على منكبيه. بوقت الألم، بوقت الضيق، بوقت الشدة، أنت تقول له وينك يا رب؟ ليش بعيد؟ هو أبدا مو بعيد، هو حاملك على الأذرع الأبدية. أمين. الرب
الرب يريد أن تكون أنت في الارتفاع. الرب يريدك أن تحلق مثل الفراشة. أمين.